بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، زملائي زملاء النواب، أصحاب المعالي ومرافقيهم، وسط الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أحيي زميلي النائب زبر بن رابح رئيس لجنة المالية والميزانية وكل أعضائها على مجهوداتهم القيمة المبذولة. بعد القراءة المتأنية لمشروع قانون المالية، يظهر أن الحكومة ومرة أخرى لا تسعى إلى تحسين ظروف جاليتها بالخارج، وكأنه كل شيء على ما يرام. إذ كنا ننتظر التفاتات من طرفكم، مثلا فيما يخص حذف بعض الرسوم، منها الرسوم على التأشيرات أو تخفيضها. إذ أن جاليتنا المقيمة بالدول التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة تضطر إلى طلب التأشيرة لدخول الجزائر، ويصطدمون كون الحكومة تضعهم في نفس الكفة مع الأجانب، ويدفعون نفس رسوم التأشيرة المفروضة على الأجانب، والتي تفوق في بعض الأحيان 100 أورو. فمثلا عائلة مكونة من 6 أفراد عليها دفع أكثر من 600 أورو لزيارة وطنها، دون احتساب تكاليف السفر إلى القنصلية وتذاكر السفر الغالية جدا لدخول الوطن. وبالتالي فإن مبدأ المعاملة بالمثل لرسوم التأشيرات التي تفرضه الدول الأجنبية على الجزائريين لا يجب أن تطبقه الحكومة على أبنائها في الخارج، بل عليها تطبيقه على الأجانب فقط. وبالتالي أنا أدعوكم معالي وزير المالية إلى تخفيض رسوم التأشيرات للجزائريين وعائلاتهم إلى حدود 2000 دينار جزائري، أي ما يعادل 20 أورو. أرجو أن يتم التكفل بجاليتنا في إيرلندا التي تضطر إلى طلب التأشيرة من السلطات اللندنية من أجل الذهاب إلى قنصليتنا بلندن لتسوية جواز السفر. هذا الطلب الذي يقابل بالرفض أحيانا ما يحرم جاليتنا من خدمة القنصلية، والحل هو الإسراع في تجهيز جميع القنصليات بمراكز متنقلة لتسوية جواز السفر البيومتري. يعقل أن نجد عمال جزائريين بالقنصليات لا يتمتعون بحق التأمين ولا حتى التقاعد، وهذا مثلا حال عمال قنصلياتنا وسفارتنا بالمملكة المتحدة. يعقل ألا تتمكن أفراد جاهليتنا من فتح حسابات بنكية بالجزائر بسبب اشتراء شهادة الإقامة؟ لماذا لا يتم السماح لجاليتنا أثناء الترحال بإدخال سياراتهم الأقل من 5 سنوات على الأقل؟ لماذا تشترطون السيارات الجديدة؟ كما أنني أتمن إلغاء حق الطابع المستحق على شهادة الجنسية والسوابق العدلية، وتمنينا أن يتم إلغاء الرسم على المصادقة على الوثائق بمصالحنا القنصلية بالخارج، إذ لا يعقل أن المصادقة على الوثائق بالجزائر مجانا وبالمصالح القنصلية بالخارج تكون بدفع الرسم. كما أنني أرفض رفضا تاما رفع رسم طابع جواز السفر البيومتري لما يقارب 10,000 دينار، أي ما يعادل 100 أورو لجاليتنا، وأدعو زملائي مساعدتي في التصدي لهذا القرار، لأنه يكفي جاليتنا أباء هذا الجواز وتكاليف السفر للقنصلية مرتين لنكبدهم عبئا ماليا آخر. مع الوزير بالخارج حتى الطفل حديث الولادة مطالبا بجواز سفره الجزائري لتسوية وثائق إقامته. التأمين على السيارة الجالية وضيوف الجزائر بالموانئ مع الوزير قد أصبح مهزلا، إذ نجد بعض الأشخاص داخل الميناء دخلوا بالتواطؤ يبيعون عقود تأمين لشركات هي ربما غير موجودة أصلا، وعقد التأمين عبارة عن صفحة واحدة لا يعرف المؤمن حقوقه بل لا حقوق له غير استظهارها عند اللزوم، ويبيعونها مقابل 3000 دينار للشهر. فإن نحن من شركات تأمين محترمة، ولماذا أغلب شركات التأمين بالجزائر ترفض التأمين على السيارة الجالية؟ ولماذا لا ينظم هذا السوق؟ كما أجدد مطلبي بتجهيز قاعة تفتيش المسافرين بالموانئ بكاميرات المراقبة. فيما يخص نقل الجثامين، قبل أن أكون نائبا ومنذ 2006 وأنا أقترح على الحكومة أن تكون بطاقة القنصلية التي تقدم حاليا مجانا يتم تسليمها بثمن رمزي 5 أورو تقريبا، توضع في صندوق يخصص لهذا الغرض،
في آخر مداخلتي أثناء دراسة مخطط الحكومة في جوان الفرد تجاوب مع الفكرة معالي الوزير الأول وقال يمكن أن نلجأ لهذا الحل، ولكنكم معالي وزير المالية لم تقدموا لنا أي اقتراح في هذا المجال بعد ثبوت فشل التأمين وعليه، فقد اتفقت أنا وزملائي نواب الجالية أن يقدم هذا الاقتراح زميلي نائب عن الأفلان من فرنسا، وأنا سأقدم تعديلا على مادة موجودة تخص نقل الجثامين، وأتمنى أن يتم تمرير واحدة من الاقتراحين حتى ننهي هذه المعاناة الإنسانية. وأخيرا أشكر وزير الشباب وزارة الشباب وعلى رأسها معالي وزير الشباب على التعاون مع نواب الجالية وإشراك جاليتنا من جميع الدول في المخيمات الصيفية، وأرجو أن يتوقف هذا المشروع، وسدد الله خطانا وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي نور الدين.